حديثنا اليوم أنا هو. أيوة. وطبعا أكيد أنت خادم للإنجيل، الموضوع موجود في إنجيل يوحنا كذا مرة. لما بتسمع كلمة أنا هو كخادم للإنجيل، شو اللي بدور في ذهنك؟ بدور في ذهني أن شخص الرب بيتكلم هذه الكلمات وله سلطان، بيقولها بسلطان، لأنه مش أي شخص يستطيع أن يقول أنا هو. فكلمة أنا هو، وكلمة أنا هو كمان معناها أنا يهوى، أنا الله. فلما قال الرب كده في إنجيل يوحنا مرات كثيرة بيقولها كمان له سلطان. وطبعا يعني دائما يسوع بالذات في إنجيل يوحنا بيتكلم، يعني في بسموها هيبرايزم العبرانيات، لكن بصيغة بفكر يوناني حتى يظهر إنه الفكر الموجود في العهد القديم اللي كان محصور في شعب طبعا إسرائيل أو اليهود هو أصبح فكر عالمي، لأنه رسالة المسيح لكل العالم.